هدايا الـ VIP من أوريفليم في شهر يوليو 2021. الهدايا الشهر ده على 150 نقطة وعلى 200 نقطة وعلى 250 نقطة. الهدايا بتكون لكل الأعضاء القدام والجداد لما يحققوا النقط المطلوبة للحصول على الهدية. عندنا الهدايا الشهر ده على 150 نقطة بناخد مجموعة ب119 جنيه، لما نكملهم يبقوا 200 نقطة ناخد مجموعة كمان ب49 جنيه بس، لما نكمل كمان 50 نقطة هنخليهم 250 ناخد هدية كمان مجانية. بالنسبة لهدايا 150 و200 نقطة عبارة عن مجموعات، كل مجموعة ليها كودين، كود بتضيفيه لما تحققي 150 نقطة والكود التاني بتضيفيه لما تحققي 200 نقطة، بشرط انك تختاري المجموعة كهدية مرة واحدة بس. يعني لو اخترتيها في هدايا 150 نقطة مش بينفع تختاريها تاني لما توصلي ل200 نقطة، لكن بتختاري مجموعة تانية من الهدايا وبتضيفي كودها بتاع 200 نقطة. اما لو عملتي بقى 250 نقطة او كملتي على 250 نقطة اللي باقية ووصلتيهم ل250، هنا الشهر مقسوم نصين، نص من يوم 1 لحد يوم 15 فيه هدية بتختاريها، او من يوم 16 ل 31 بتختاري الهدية التانية. لو انتي عملتي ال50 نقطة اللي باقية في النص الاولاني من الشهر بتختاري هدية مجانية من الهدايا دي وبتضيفي الكود بتاعها مع الطلبية بتاعتك. طيب لو انتي عملتي ال50 نقطة اللي متبقية لك في النص التاني من الشهر، يعني من يوم 16 لحد يوم 31، انتي بتختاري بقى من هدايا النص التاني للشهر اللي هم اللي موجودين في الصورة. لو لسه في حاجة مش واضحة او محتاجين توضيح اكتر لشرح البرنامج، ممكن تسيبولي كومنتات على الفيديو او ان انتوا تراسلوني على الواتساب اللي انا هكتبه في الوصف. شكرا.